عودة قطار سيناء بعد 57 عاما من التوقف هو خطوة تاريخية تعزز من ارتباط أهالي سيناء بالوطن وتفتح أفاقا جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية. حدث طال انتظاره لسنوات عديدة أثار موجة من الفرح والامتنان بين أهالي سيناء الذين عبروا عن مشاعرهم تجاه هذه اللحظة الفارقة وعن أملهم في أن يكون هذا المشروع بوابة للتنمية. Thank you.